السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم جيده البنات؟ اليوم البنات فيديو جديد كما كتشوفوا، جبت لكم هذا الرشيمه هذه اللي كتجي رائعه البنات، زوينه بزاف وبسيطه بزاف. وكما كتشوفوا هاد الجليبه هذه اللي بواحد بيستاش بارد، فريمون لوين زوين بزاف، وخدمته بثلاثيه كما كتشوفوا، مخدوم بالرنده بثلاثيه، ملاقي كامل بالرنده. جات صراحه الرنده ديالو واعره غزاله البنات كما كتشوفوا. وهنايا غنشارك معكم هذا الرشيمه بالضبط، كتجي فنيونه البنات، وخدمتها بسيطه 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 بزاف، يعني البنات المبتدئات يلاه بادين في التنبات غتجيكم رشيمه بسيطه البنات، شي حاجه سهله وكتجي رائعه. كما كتشوفوا هنايا راني بديت البنات، بديت كنتراسي فرشمه ديالي، راني ديجا رشمت هادو الكميمات البنات. غنخدم بالعقيق في البرونز كما كتشوفوا، العقيق ماتونو في البرونز هو باش تراسيت الرشمه ديالي. بالنسبه اللي غنحتاج في هاد الرشمه هادي، غنحتاج باكستراس كما كتشوفوا، غنحتاج باكستراس في الذهبي وفي الزيتي، حيت مدخله الزيتي في هاد الرشيمه هادي. هاد الحجم هذا ميان، ما هو كبير بزاف ما هو صغير، حيت استخدمت الصغير استخدمته في هاد الوريقات هادو، ولكن في دوك المربعات استخدمته كبير شويه، هذاك اللي درت في الوسط ديال دوك المربعات. بالنسبه للبنات لهنا راني كنتراسي، كما كتشوفوا الخيط خدمت باللون ديال الثوب، ماشي اللون ديالو بالضبط ولكن قريب ليه. بالنسبه للبنات الخيط درتو على 4 ديال الشعرات. هنا راني عمرت هاد الوريضات هادو بالتوبي في اللون ديال الثوب وفي البرونز. هاد البلاصه هادي درت فيها اللون ديال الثوب، وهاد البلاصه ديال الجنيبات وشويه في الوسط درت فيه البرونز. ها هما البنات النمره 3 بالنسبه للعقيق التوبي، النمره 3. هنا غنبدا نتراسي البنات، راني كنخدم عقيقه عقيقه، ما كنديرش شحال من عقيقه، كندير عقيقه وحده وكنتراسي في ديك الرشمه ديالي حتى كنتراسيها كامله. ها نتوما كما كتشوفوا كنرجع اللور شويه وكندير العقيقه، كنرجع اللور شويه، المهم ديك المسافه اللي غادي يدير ليا العقيق، يعني المسافه في الحجم ديال العقيقه. وكنعاود نرد الخيط ديالي، ديما كنرجع اللور، المسافه ديال العقيقه كما قلت لكم، وتنخدم. المهم انا تراسيت هاد الرشمه كامله، عاد غنبدا نعمر فيها. بالنسبه للبنات لي فيديو ديال التكميله ديال هاد الرشمه كامله غنحاول ندير لكم سلسله. المهم عندي فيها كوموند شي 3 جلالب في هاد الرشمه هادي في هاد الايام هادو المقبله ان شاء الله. غنحاول نشاركهم معكم ونشارك معكم الشكل النهائي ديالها ديال الجلابه فاش كتجمع. عندي جلابات اللي غيتجمعوا بالضفيره بالبريمه على شعره، وكاينين عندي بحال هكا اللي كيتجمعوا بالرنده. هذه تجمعات بالثلاثيه بالرنده، جات غزاله وخدمتها حتى هي بداك المهرس، نفس المهرس اللي خدمت به التنبات خدمت به الثلاثيه، وكتجي زوينه البنات، كتجي رويقيه الجليليبه، كتجي كتحمق فعلا الثلاثيه، انا كتحمقني ما كنشبعش منها، تبارك الله ما شاء الله كطلع هي رويقيه. هنايا البنات كما كتشوفوا راني غنطراسي الرشمه كامله، عاده غنبدا نعمر فيها بالتوبي. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا مني رشيمات، راني البنات كنحطهم لكم في المنتدى، الا ما حطيتهمش في المنتدى راني كندير فيديو كنحط فيه واحد العدد ديال الرشيمات، كنحط فيه حتى 5-6 رشيمات في فيديو واحد ديال الرشيمات اللي طلبتوا ليا كاملين. باقي كنلقى لي كومونتير ديال البنات في الفيديو اللي انا ديجا حطيت الرشيمات ديالهم، كيقولوا لي بغينا الرشيمه، راني البنات كنحطهم لكم، كنعاود نقولها لكم راني ضروري البنات ملي كطلبوها مني راني كنحطها. بالنسبه لهاد الرشمه البنات مازال ما حطيتهاش لكم،
الا بغيتوها طلبوها مني في لي كومونتير وغادي نحطها لكم واش بغيتوها في المنتدى اولا بغيتوها نصوبها لكم عاوتاني في فيديو نصورهم لكم ونعطيكم المقاس ديال الرشيمه وانتوما سكرينيوها وتخرجوها على المقاس اللي انا عطيتكم حيت كيما شفتوا في لا فيديو فاش عطيتكم الرشيمات درت لكم المقاسات وبزاف ديال البنات اللي دخلوا عندي وشكروني على الطريقه باش عطيتهم الرشيمات وعجبتهم الفكره حيث كناخد الرشمه كنعبرها قدامكم وكنعطيكم الحجم ديالها بالطول والحجم ديالها بالعرض بزاف ديال البنات اللي قالوا لي راه جاتهم ساهله بديك الطريقه يعني مشاو عند الدري اللي خرجوهم من عنده اولا وطلبوا منه الحجم اللي انا قلت لهم وجاهم القياس هو هذاك. مهمة البنات غنحاول انني نحطهم لكم الا ما حطيتهمش لكم في المنتدى راني غنحطهم لكم طبعا في فيديو مع الشرح طبعا المقاس ديال كل رشمه وان شاء الله كنتمنى انكم تستفدوا من الرشيمات وطبعا انا عند الكلمه ديالي يعني قلت لكم راني ما كنقززش عليكم في الرشيمات يعني ما كنبغيش نحتفظ بدوك الرشيمات لنفسي فقط يعني كنبغي نشاركهم معكم كما انا ترزقت فيهم الله تنتوما البنات تاخذوا فيهم ترزقوا فيهم الله وتستفدوا منهم علاش لا كاينين الرشيمات اللي انا كنرشمهم من راسي وكاينين الرشيمات اللي حتى انا كناخذهم وتنخرجهم يعني عادي البنات ماشي شي حاجه اللي هي عجيبه راه كاع البنات كيخدموا بهذه الطريقه هذه لقيتي رشمه راه كاين رشمه اللي غترسميها كاين رشمه اللي غادي تاخديها وتخرجيها وتخدمي عليها. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني كيفاش غادي يرشموا الرشمه كاين فيديو كنشرح لكم عندي فيديو في القناه كنشرح لكم كيفاش انكم تاخذوا الرشيمه يعني ترسموا رشيمه لراسكم بجميع التفاصيل ديالها بالوريقه بالوريضات بالطرق التقنيه باش انكم غادي ترسموا. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا مني كيفاش نقدر ناخذ رشمه انا شفتها مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وعجبتني وما قدرتش انني ما عنديش الوقت انني نخرجها اولا هذا مهم غندير معكم نحاول انني ندير معكم فيديو كيفاش نقدر ناخذها بالتليفون بالحجم اللي بغيت وبكل شيء بطريقه الانسخ طبعا غنحاول انني نحط لكم فيديو تاع الطريقه هذه كتجي زوينه كتنفعني انا خصوصا الا كانت رشمه صغيره اما الا كانت كبيره شويه كتعذب مي الا كانت رشمه صغيره راني كناخذها كنستخدم هذه التقنيه هذه. مهمه البنات هنا راني غنعمر التوبي ديالي باش نعمر به هذه الفراغات هادو كنبغي نشكر كاع البنات اللي تيخليو ليا تعاليقهم اللي تيخليو ليا لايكاتهم شكرا لكم بزاف البنات والله بكم راه حنا كنزيدو لقدام من غيركم راه فريمون ما عندنا ما نديرو بهاد الفيديوهات كلماتكم هما اللي كيشجعونا والله الا كلماتكم شكرا لكم بزاف شكرا لاي وحده خدات من وقتها وخلات ليا كلمة زوينة شكرا لها بزاف. وبالنسبة لطلباتكم البنات والله العظيم لكن حاول ما في جهدي انني نلبي لكل وحدة طلب ديالها وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم طبعا وشكرا لكم بزاف. واللي اول مرة كتشوف هاد القناة هادي ما تنساش اختي تنضمي لهاد العائلة هادي مرحبا بك معايا وعتبري الدار دارك واي حاجة احتاجيتيها مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الانستغرام انا غنخلي لكم في صندوق الوصف البنات وشكرا لكم بزاف مره اخرى على التفاعل ديالكم في القناه شكرا لكم بزاف بزاف ونخليكم مع الفيديو. وبالنسبه للتكمله ديال هذه الجلابه هذه راه غادي تلقاوها في الجزء الثاني وغيكون ان شاء الله حتى الجزء الثالث وطبعا الشكل النهائي ديال الجلابه.